الوزير، صحيح هاي زيارتي السادسة للبرازيل، ولكن هذه الزيارة الأولى لي. أنا حقيقة جد سعيد وممنون بوجودي في هذه العاصمة الجميلة، وأيضا سعيد على تطور العلاقة بين البلدين. نشهد اليوم تقريبا حجم تبادل اقتصادي بين البلدين يقترب من 3 مليار دولار. أعلم أن هذا الرقم ليس كافي، ولكن هناك فرص عديدة، هناك رغبة أكيدة بين البلدين بالانتهاء من اتفاقيات مهمة، خاصة فيما يتعلق بالجانب التجاري والجانب الاستثماري، ستعزز من فرص زيادة التبادل التجاري، وخاصة أن الإمارات تعد بلد مركزي لنقل البضائع في شرق أفريقيا، في الشرق الأوسط، وفي جنوب القارة الآسيوية. زميلي مع الوزير، أريد أن أتقدم بالشكر لكم حقيقة على هذا الترحيب في بداية عملكم في الحكومة البرازيلية، البلد الصديق بالنسبة لنا في الإمارات. نرغب حقيقة أن ننوع هذه العلاقة كما ذكرت في جانب السياحة، هناك فرصة كبيرة في هذا الجانب، خاصة بعد إلغاء الحاجة للتأشيرات لمواطني البلدين. هناك 76,000 مواطن برازيلي زار الإمارات العام الماضي، نتمنى هذه الأعداد أن تزداد. هناك 6,000 إماراتي قاموا بزيارة البرازيل، ولكن أيضا وجود 19,000 رحلة مباشرة بين البلدين يعزز ويزيد من فرص. فمع الوزير، وجود 19 رحلة مباشرة بين البلدين لا شك أن هذه دليل عافية في العلاقة، ولكن أيضا دليل أن هناك في فرص عديدة لوجود سياحة، وجود رجال أعمال، وارتفاع فرص التبادل التجاري. كما ذكرتم مع الوزير، بحثنا في المجالات الثنائية، نعتقد أن من الواجب علينا في الإمارات أن نتأكد أن البرازيل تحظى بأفضل مشاركة ممكنة في إكسبو 2020 في دبي. نحن سعيدين أن البرازيل لها هذه السمعة القوية في كل إكسبو، ونتطلع أن تكون المشاركة البرازيلية القادمة بنفس هذه القوة. زميلي مع الوزير، نحن في الإمارات أيضا نعتقد أن هناك إمكانية بأن تخدم الإمارات هذه العلاقة بإعطاء المزيد من القدرة على رجال الأعمال البرازيليين، الشركات البرازيلية، البضائع البرازيلية أن تنتقل من الإمارات إلى المناطق المختلفة التي لنا اتصالات قوية معها في شرق أفريقيا، في الشرق الأوسط، في جنوب شبه القارة الهندية. هذه مناطق أعتقد مهمة بالنسبة لكم مع الوزير، ولكن أيضا نحظى بثقة وعلاقة متينة معها، ونتمنى أن تستفيد البرازيل من القدرة اللوجستية الموجودة في الإمارات والعلاقة الحسنة التي تربط بلدينا. أطلع مع الوزير أن تزورونا قريبا، أن يزورنا مع الوزير قريبا، ولكن خلال ذلك أمامنا أجندة طويلة العمل فيها. تباحثنا مع الوزير حول بعض التحديات التي تحيط بنا في المنطقة كما ذكر، وأيضا بحثنا إمكانية الفرص.
ان احنا بالنسبه لنا نستطيع ان نتعامل مع التحديات، ولكن علينا الواجب اكبر ان نعمل من خلال الفرص، ونعتقد ان هناك في فرص عديده في هذه العلاقه، وبوجود الصداقه والثقه بين بلدينا نستطيع ان نعزز من هذه الفرص ونطورها بشكل اكبر. في الختام مع الوزير، اتمنى لكم ولبلدكم دوام الازدهار، التطور، النجاح، واتمنى من خلال ذلك ان نستطيع ان نعزز العلاقه بين البلدين. I would like to say this in English because I'm saying this message mainly to our friends in New Zealand. We very much sympathize with our friends in New Zealand, the government of New Zealand, people of New Zealand who have come a very bloody terrorist attack in the last few hours. I'm sure that the government of New Zealand will take every right step in eliminating such terrorists. We support New Zealand's government in those steps, and we have to work as an international community together against terrorism, against extremism, against the use of incitement, hate, and work together in eliminating these voices or those actions, regardless of religion or faith or ethnicity. I think as countries who respect international law, respect sovereignty of countries, respect human values, should stand united. So yes, we are with New Zealand today, and we pray to all the Almighty to show courage, show peace to the ones who've lost family members and loved ones. Thank you.